اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا حنا كنتواجدوا في وسط المدينة. بطبيعة الحال السياح المغاربة الاجانب كيستمتعوا بوقتهم ساحة الحمام الشهيرة في هذه اللحظات. كما كتشوفوا معنا اليوم يعني الساحة عامرة كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. حنا في سونتر فيل في مدينة الدار البيضاء ساحة الحمام الشهيرة. كما كتلاحظوا معنا اليوم عامرة، اليوم الاثنين بداية أول أيام الأسبوع. مشاهدينا الكرام هذه هي الاجواء هنايا بساحة الحمام الشهيرة وسط مدينة الدار البيضاء. كما كتلاحظوا معنا عامرة في هذه الاثناء هذه. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر من قناة، نتبقى على خير على امل، نلتقي بكم بث اخر بحول الله. الى اللقاء.